مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. موسكو وبكين توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات. ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من نقص الإمدادات. أهلا بكم في نشرة اقتصادية على شاشة النيل للأخبار. عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية. يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا والتأكيد من الالتزامات بالتوقيعات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها. كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة بشأن ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين. بدأت فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي في دورته 49 الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 22 حتى 29 من مايو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك بها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية من 21 دولة عربية. ويلقي اليوم 7 من ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ورؤساء الوفود كلمات تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربي فايز المطيري، كما تعقد اجتماعات لجان فريق الحكومات، فريق أصحاب الأعمال وفريق العمال، بالإضافة لعقد عدد من اللجان أعمالها. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تتواصل اليوم الثاني والأخير فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، والذي افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي. تفاقم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وقضايا النازحين وتداعيات جائحة كورونا موضوعات دفعت الدول العربية للتكاتف لحماية مواطنيها، ومن هنا جاء انطلاق مؤتمر الاجتماع الإقليمي لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية بتنظيم من وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. التكامل والتنسيق اللي بنصبه ان احنا نحققه هنخرج فعلا بميزة حقيقية ليها أثر، يعني بدلا من ان تكون الموارد مبعثرة هنا وهناك دون يعني اثر حقيقي في حياه المواطن العربي. المواطن العربي يهمنا زي المواطن المصري، وعشان كده احنا بنوثق علاقاتنا ولكن بشكل منهجي ومنظم. ونحن نعمل على التكافل والتضامن وتحسين الحياه الاجتماعيه، يجب وهو الاهم ان نحافظ على الدوله. بلا حفاظ على الدوله لا مجال للامن ولا للتنميه ولا لعلاج اي مشكله من المشكلات. الحفاظ على الدوله ثم الحفاظ على الدوله ثم الحفاظ على الدوله ثم العمل والانتاج، وياتي هنا دور مؤسسات التمويل والمؤسسات التنمويه والبنوك سواء في توفير فرص العمل او في توفير الحمايه الاجتماعيه. احنا بنحقق برامج الشمول المالي وتوجه الدوله المصريه من سنه 72. المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو 15 دولة عربية استعرض في جلساته تجارب قصص النجاح لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. سيدي الاستثمار اللي احنا بنعمل فيه هو استثمار اجتماعي وليس استثمار ربحي، بمعنى توفير فرص العمل، توفير مصادر دخل للفئات الاكثر فقرا والاكثر مرضا والاكثر هشاشه. الاستثمار هو استثمار اجتماعي يتمثل في تمكين هذه الفئات من العمل والانتاج. وصلنا قرابه 9 مليون مواطن سعودي بتقريبا 133 مليار ريال. تجربتنا الحمد لله ممتازة، وبإذن الله أن نشاركها اليوم خصوصا في رحلة العميل. اليوم احنا وصلنا رحلة العميل 3 ساعات فقط، وتمويل بشكل مؤتمت يصل للعميل، كذلك دعمنا المباشر للفئات الأقل حظا من خلال تدريب والتأهيل ومشاركتنا كذلك مع الجمعيات. يهدف المؤتمر إلى تعزيز فعالية الموارد المالية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية في الدول العربية ورعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر العمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف. في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة يأتي مؤتمر دعم الفئات الأولى بالرعاية ليضع خطة استراتيجية لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق تنمية كاملة مستدامة. من شرم الشيخ محمد الخطيب، النيل.
قال وزير المالية دكتور محمد معيط أن مصر تضع كل إمكاناتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة في إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني اليوم على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة وآليات مواجهة الاقتصادات الإفريقية للتحديات الخارجية والداخلية. تطلق مجموعة بنك التنمية الإفريقية اليوم إصدار 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي الرائد خلال اجتماعاتها السنوية في شرم الشيخ المنعقدة خلال الفترة من 22 حتى 26 من مايو الجاري، وتحت عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. وفي كل عام يقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية أدلة وتحليلات مقنعة وحديثة تدعم صناع القرار السياسي في إفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. وتنضم إلينا الزميلة لمياء موافي من شرم الشيخ متابعة الأحداث عن قرب. لمياء، متابعتك للأحداث بالطبع الجديد لديك حول هذا الاجتماع الهام الخاص بالبنوك الإفريقية، وكان بالأمس طبعا حرص السيد الرئيس على وجوده في هذا المؤتمر الإفريقي الهام. يعني بالفعل بتتواصل هنا في مدينة شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية في دورته 58 بمشاركة 4000 مشارك من 81 دولة. وكما قلت في الخبر السابق، يهدف المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف المناخي ومشروعات المناخ. يعني النهاردة بدأت منذ الصباح الباكر الجلسات، أول جلسة كانت جلسة مغلقة لمجلس محافظي البنك، ثم الجلسات التقنية والمعرفية لتحديد سبل التمويل المبتكرة التي يمكن إيجادها حتى يتم تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المناخ. أيضا كما قلت في الخبر، سيتم إصدار التقرير الاقتصادي أفريكان إيكونوميك. هذا التقرير يتم من خلاله رصد وتحليل كل دولة إفريقية ما حققته خلال عام 2023 من تقدمات واحرازات اقتصاديه وما تحتاجه خلال الفتره المقبله. العديد من الوفود يعني اجتمعت، وقد التقيت ايضا مع عدد كبير من الوفود هنا، اكدوا لي بان القاره السمراء رغم انها ليست المسؤوله الاولى عن الضعف الاقتصادي وليست المسؤوله عن ما يحدث في المناخ، الا انها تتحمل الجزء الاكبر من التحديات الاقتصادية. اقتصاديات الدول الإفريقية يعاني نتيجة للتصحر، نتيجة للجفاف، نتيجة لنقص المياه، وكل هذا ناتج عن التغيرات المناخية. الوفود الإفريقية يعني، وبعد كلمة السيد الرئيس بالأمس الذي دعا لابد من إيجاد وسائل تمويل مبتكرة للدول الإفريقية في مشروعات المناخ وتحفيز القطاع الخاص، وقال السيد الرئيس أنه هناك فجوة تمويلية تصل إلى 3 تريليون دولار تحتاجها القارة الإفريقية حتى عام 2030. هم أشادوا بما حققته مصر في مجال مشروعات التغيرات المناخية منذ كوب 27 وحتى اليوم. أشادوا بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل تعتمد على الطاقة الشمسية، سواء في المطار أو في مركز المؤتمر الذي نحن فيه الآن أو في العديد من الفنادق تعمل بالطاقة الشمسية. قالوا أن الإرادة السياسية لمصر نجحت وبالفعل بأن تصبح مصر لديها مشروعات صديقة للبيئة، وهذا تغير كبير. يأملون أن تطبق الدول الإفريقية بأجمعها النموذج المصري الناجح. قالوا إذا اجتمعت الإرادة السياسية مع يعني القطاع الخاص، إذا فستنجح مشروعات المناخ بالقارة الإفريقية. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك زميلة لمياء موافي من شرم الشيخ متابعة الأحداث عن قرب، شكرا جزيلا لك.
بحث اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية مع وفد من البنك الدولي تعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي أنتجتها برنامج تنمية صعيد مصر لتطوير الإدارة المحلية. وأكد اللواء هشام أمنة خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باهتمام ودعم من القيادة السياسية. من جهته أكد الوفد على أن قرارات الأعلى للاستثمار نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية تجاه رؤية مصر في تهيئة مناخ الأعمال. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماع برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالمدن الجديدة بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة. يسري ذلك على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا قبل نهاية تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات الشراء من قبل المستثمرين والمصريين والعرب، بينما مال المستثمرون الأجانب نحو البيع. بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.105 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت 1.6 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي جي اكس 30 بنسبة 1.5%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.49%. وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات بينهما وذلك في إطار خطوات تهدف لتعزيز التعاون. تم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي الصيني في بكين، حيث اتفق الطرفان على تطوير التجارة بين الأقاليم الروسية والصينية في مجال الخدمات وذلك لتشجيع مشاركة مؤسسات البلدين في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تهدف لتطوير تجارة الخدمات، كذلك تشجيع الشركات الروسية والصينية على إقامة فعاليات مشتركة بين البلدين. أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي عن أمل موسكو في أن يتم التوصل لاتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروسي وإيران قبل نهاية العام الحالي، وذلك من خلال وثيقة شاملة ستحل محل الاتفاقية المؤقتة سرية المفعول في الوقت الحالي. وتعقد قمة المجلس الاقتصادي الأوروسي الأعلى في 24 و25 في موسكو برئاسة بوتين، وسيتم تحديد توقيت المنتدى الاقتصادي الأوروسي الثاني بالتزامن مع اجتماع المجلس، ويضم المجلس أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقازاخستان وروسيا وأوزبكستان وكوبا بصفة المراقب. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد بيان أثر تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبيك بلس، وذلك بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين. وصعدت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي مزيج برنت 1.1% إلى 77.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي 1.2% إلى 73 دولار و79 سنتا للبرميل. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. موسكو وبكين توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون التجاري. ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من نقص الإمدادات. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.